لا تعليق لدي. عليه؟ ما نعتبرش سليم الرياحي عنده علاقة بالساحة السياسية من الأصل. مش أمين عام حزب سياسي ليه؟ رئيس حزب سياسي؟ مش كان مرشح لانتخابات الرئاسية؟ يترشح وين يحب هو. اللي يعتبر أنه السياسة بدأت في تونس من 2011، احنا لا نعتبره عنده علاقة بالسياسة بالبلاد هذه وبالبلاد هذه. ولكن سليم الرياحي اليوم عنده حزب سياسي، عنده نواب في حقوق البرلمان. يقول ما يريد. نواب ونعرفوه ونحترموه. اليوم داخل في شراكة مع عديد الأطراف السياسية الأخرى كيما محسن مرزوق. أنا ما عنديش تعليق على كلامه.